شان سانفونغ معلم ملاكمة التايجي وكبير صاحبي الكونفو مثير للجدل لمئات السنين، فأين ولدت هذه الشخصية الأسطورية وأين نتأكد من سيرته الذاتية؟ البلدة القديمة أسطورة الألفية، إنها ترتبط بالسيد شان سانفونغ ارتباطا وثيقا. تفضلوا بمشاهدة بلدة ثورتين، حكاية سانفونغ من سلسلة بلدات قديمة من نافذة على الصين. شان سانفونغ شهير لدى جميع الصينيين بسبب تأسيس ملاكمة التايجي. كان معروفا بلقب معلم ملاكمة التايجي وكبير صاحبي الكونفو. هناك العديد من الأساطير عنه، كانت صورته تظهر في بعض الروايات الشهيرة، فمن أين جاءت هذه الشخصية الأسطورية؟ أظهرت إحصاءات أولية أن هناك 30 نوعا من الأقوال عن مسقط رأسه. لم يكسب أي نوع من هذه الأقوال اعترافا على نطاق واسع، وما زالت سيرته سرا. عام 2008 ظهرت شجرة الأنساب في بلدة خوبين بمدينة شاوو بمقاطعة فوجيان، ما أدى إلى إماطة اللثام عن شان سانفونغ. تقع خوبين وسط الجبال المتلاحقة بشمال مقاطعة فوجيان، تبعد عن جبال وويي ب 120 كيلومترا، تصل مساحتها إلى 0.43 كيلومتر مربع، ويرجح تاريخها إلى 1700 سنة. إن الشارع الرئيسي في البلدة على الاتجاه من الجنوب إلى الشمال، يبلغ طوله 600 متر. كان مرصوفا بالحصى واللوحات الحجرية، وتتشابك الأزقة مثل متاهة. بنظرة من الأعلى هناك واحد أو اثنين من المباني الجديدة، أما الباقية فقديمة ذات تاريخ عريق. إذا تحفظ شجرة الأنساب عن شان سانفونغ في أي مبنى قديم. 您听说过张三丰吗？没有，我搞不清楚。我不知道。 سأل الكثير من السكان، لكن الجواب تقريبا لا أعرف. لم يعرفوا أي شيء عن شجرة الأنساب، فهل كان القول عن شجرة الأنساب مجرد شائعات ليست صحيحة؟ كان السيد فو خوان مين مدير المتحف السابق بمدينة شاوو. سمعنا أنه ثابر على دراسة العلاقة بين شان سانفونغ وبلدة خوبين. تلبية لدعوتنا، رافقنا في البحث عن العلاقة الغامضة بين شان سانفونغ وبلدة خوبين. جلب تشان كوان رونغ علبة خشبية من الطابق العلوي، تبدو أن شجرة الأنساب محفوظة فيها. أشارت سجلات شاوو التي تم تأليفها خلال عهد أسرة تشين الملكية إلى أن السيد تشان سي تشونغ بلقب سانفونغ وكنيته تشانغ لا تا. إذن هل هذا الرجل هو شان سانفونغ كبير صاحبي الكونفو؟ وهل مسقط رأسه في قرية كانشيا ببلدة خوبين؟ إذا كانت شجرة الأنساب هذه تساهم في التآكل من سيرته الذاتية. أشارت الأسطورة إلى أن شان سانفونغ عاش لأكثر من 400 سنة، وخلال عهد أسرة مينغ الملكية أرسل الإمبراطور شخصا لزيارته للبحث عن سر العمر المديد دون جدوى. إذا كانت شان سانفونغ يثير اهتمام الإمبراطور، ولكن لا توجد سوى سجلات بسيطة عنه في شجرة الأنساب.
من هو تشان سان فونغ؟ وهل يمكننا العثور على معلومات عنه في بلدة كوبينغ؟ ولماذا كان تشان سان فونغ غير متفق مع التقاليد في البلدة؟ تفضلوا بمتابعة بلدة كوبينغ حكايات سان فونغ. أثناء البحث عن تشان سان فونغ يعقد الاجتماع داخل العشيرة في معبد الأسلاف لعائلة شانغوانغ على بعد بضعة كيلومترات من قرية كانشيا. تاريخيا كانت بلدة خابين تسمى بموطن المجازين في الفحوص الإمبراطورية، حيث ظهر هناك 134 مجازا بينهم 76 من عائلة شانغوانغ. ازدهار عائلة شانغوان يشير جيدا لاهتمام أبناء البلدة في الثقافة ورغبتهم بتحقيق الأحلام. في بلدة خابينغ رأينا الكثير من القصور الفخمة. هذا المبنى لعائلة خوانغ، بوابته رائعة ومدهشة والأفاريز فاخرة، أما النقوش على الطوب فتشير إلى هوية العشيرة ومكانتها. اليوم يبقى السيد خوان سي تشونغ البالغ 75 سنة عند باب المبنى الفخم كل يوم. لقد ولد فيه، وحتى اليوم ما زال يستغرق المشهد المزدهر للعشيرة في الماضي. في ذروة الحماسة قادنا المسن لزيارة مكتبة شخصية قديمة في منزله. شجعت عائلة خوان الأطفال على الحصول على رتبة من الشهرة من خلال الدراسة، النجاح في الفحوص الإمبراطورية، ولذلك رغبوا في بناء مبنى على شكل طاقية سوداء، وأشارت النقوش المتنوعة إلى المعاني الجميلة، ولكن وقتها أصبح تشانغ سان فونغ رجلا شاذا في أنظار الناس. ما الملامح الحقيقية لتشان سان فونغ؟ من الضروري مواصلة البحث عنه في بلدة خوبينغ. بإرشاد تشان غوان رونغ زرنا بئرا وراء القرية له اسم أسطوري، البئر السحري. 酒井，那为什么叫仙人井呢？这头井，我们姓张的人到这里来挑水也可以，酒也可以。如果是外姓的人到这里来挑，如果要酒，要酒就要扔那个铜板下去。你要有一次呢，就是张三丰的母亲，就是给张三丰讲，他讲人有酒喝，那个猪没有酒糟。所以第二天他这个井里面就熟起来，你看那个酒糟，以后就没有酒了。 能尝尝它？可以可以可以，这真正的天然的矿泉水。你们蹲下来吧。没有受到任何污染的。怎么样？甜的。是吗？嗯。味道好极了。没有酒味儿，是水味儿。 现在是没有酒味了，它已经不是酒了。ماء البئر بارد وعذب، رغم أننا لا نعرف ما إذا كان هذا البئر ينتج الخمر أم لا، لكن أبناء القرية اعتبروه سحريا. يبدو أن وجهات النظر للسيد تشان سان فونغ تغيرت بعض الشيء. إن الجبال في البعيد مغطاة بالسحب والضباب. قال أحفاد عائلة تشانغ إن تشان سان فونغ كان يقوم بتأديب طبيعته في دير تسوي يون الجبال.
بالإضافة إلى هذا الدير، هناك الكثير من الآثار لها علاقة بتشانغ سانفون. إن هذه الآثار هي الأدلة على أنه كان ينتمي إلى بلدة خوبينغ. للتأكد من ذلك توجهنا إلى الجبال تحت الشمس القاسية، ولم نتصور أننا وجدنا اكتشافا غير متوقع عند الوصول لقمة ليوشيانغ. تم بناء هذا الدير خلال عهد أسرة تانغ الملكية. التضاريس فريدة ومميزة. يمتد الجرف شرقي القمة لألف متر مربع، وهناك كهف صغير على الجرف وراء الدير. قام خبير بمتحف شاوو باستنساخ النقوش. هذا الاكتشاف جعل الجميع مسرورين. لقد دل الاكتشاف بدقة على أن تشانغ سانفون كان يبقى لفترة على قمة ليوشيانغ، ما جعلنا نتطلع لزيارات أخرى. حينئذ أثارت أشجار الشاي اهتمامنا، وبنقص الإدارة فإن هذه الأشجار نمت بشكل غير منتظم. ما هو غير متوقع هو أن هذه الأشجار لها تأثير سحري. هل من الصحيح أن أوراق الشاي تساهم في كسر عملة برونزية؟ حيرنا ذلك. للتأكد من بقاء تشانغ سانفون في الجبال لتأديب نفسه، وفي اليوم التالي بدأنا نتسلق القمة بجانب قمة ليوشيانغ. إنها قمة سوي يون. عند سفح الجبل رأينا البوابة المبنية بلوحات حجرية تبقى وسط الدرب الجبلي المرصوف بالأحجار. أصبحت خوبينغ أول مكان في فوجيان لاستقبال الحضارة من السهول الوسطى تاريخيا. انتشرت العلوم والتكنولوجيا الحديثة والأفكار والثقافة من هناك إلى فوجيان باستمرار عن طريق هذه البلدة، ما أدى إلى تحقيق تنمية فيها. وعلى طول الدرب القديم وصلنا تسلق الجبل. إذن ماذا سنكتشف على هذا الدرب القديم؟ بعد وقت قصير ظهرت أمامنا هاوية حجرية يبدو أن عليها آثار النحت. أصبح المكان قديما، أما النقوش على الهاوية فلا يمكن قراءتها بوضوح، ومن أجل قراءة الكلمات بدأنا بتنظيفها.
أشار هذا الاكتشاف إلى أن تشان سان فون كان يعيش في خابين. بعد ساعة وصلنا لقمة تسويون. لاحظنا أن الأراضي مع ظهور الحصى لا تنمو عليها عشب لتشكيل النقيض الكبير مع البيئة الخضراء المحيطة بها. إذن لماذا ظهر مشهد صحراوي هنا؟这个地方啊，就是传说中的张三丰炼丹的地方。就这一大片。啊，这一片，你看这边跟其他地方不一样，它这个土质的颜色跟其他地方不一样，其他地方这个土质是黄土，这里整个都是白的。据说呢，是因为他炼丹啊，很多丹药什么的留在这个地方，所以他这个地方呢，土色也变了，而且寸草不生。 وفقا للسجلات تم صنع حبوب الخلود عادة باستخدام الكيمياء والزئبق. إن هذه المواد الضارة جعلت هذا المكان أجرد. ربما قبل بضع مئات من السنين كان تشان سان فون يصنع حقا حبوب الخلود في هذا المكان. الأسطورة عن تشان سان فون تساهم في زيادة الغموض عن بلدة خوبينغ. ما العلاقة بين توفو وتشان سان فون؟ وهل صحيح أن الشاي فعال لكسر النقود البرونزية؟ تفضلوا بمتابعة بلدة خاطن حكايات سانفون. بدأ السيد خوان وابنه يعملان على صنع التوفو السائل، أي معجون الفول السائل، في الجولة الثانية، لأن التوفو الذي تم صنعه في الجولة الأولى في منتصف الليل تم بيعه كله صباحاً. إن نكهة التوفو تعجب أبناء بلدة خوبين كثيرا، ويرجع تاريخها إلى زمن بعيد. <音><音>你这第几代了？我第七代。那你几岁开始学的？出生就在大这厨房边，真正做是。 2007年. الآن أتقن خوان دونخوا هذه الحرفة التقليدية من والده، وأرسل التوفو إلى المطعم كل يوم. إن التوفو المصنوع يدويا هو نقص في المعروض كل يوم. يرغب السياح عادة في شراء بضع قطع من التوفو لتذوق نكهته. 黄 دونخوا ماهر جدا في صنع هذا النوع من التوفو الأصفر المثير للشهية. 黄豆腐是用那个草药，那个我们山上黄栀子的果实去熬成水，熬成水再放豆腐进去煮，就成黄色。你小的时候爱吃豆腐吗？天天守在这个豆腐房里。哎，爱吃到现在为止。 خوان دونخوا يحرك التوفو على النار، وبجانبه انتشرت نكهة التوفو في كل مكان، فأرادت المراسلة التجربة بنفسها. 因为下面是烫，烫热气都会上来，放一个。这是习惯。你天天翻这个烫吗？就不会觉得烫。我看见你的手。 كما قال خوان دونخوا إنه من الجيل السابع لصنع التوفو. أما نشأة التوفو السائلة فإنه لم يتمكن من تفسيرها. وفقا للأسطورة كان أبناء بلدة خوبينغ يصنعون التوفو باستخدام الجبس، ما أدى لإصابة الكثيرين منهم بالحصى الكلوية. طلب تشان سان فون من الناس استخدام اللب الذي تم صنعه في اليوم الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يعد أبناء البلدة يعانون من الحصى في الكلية.
بعد نزولي من الجبل لم ننسى أوراق الشاي القادرة على كسر النقود البرونزية. على وشك مغادرة البلدة أتيحت لنا الفرصة لكشف السر. هذا اليوم دعونا صانعة شاي للقيام بتجربة. أي نوع من التفاعل بين الشاي والعملة البرونزية؟ مثل السحر، خلال 3 دقائق كسرت العملة البرونزية لبضع قطع، ولكن نشك أن أسنانها قوية ما أدى لكسر العملة، فقررنا التجربة بأنفسنا. وضعت المراسلة العملة في فمها وقامت بتحريكها بلسانها، ولكن لم تحدث معجزة. أثناء التحقيقات والبحوث، إن العلاقة بين خوبين وتشان سانفونغ أصبحت أوضح. كما نعرف أيضا لماذا لم يعمل الأبناء من الأجيال القادمة على إعلان تشان سانفونغ بالرغم من شهرته الكبيرة، لأن هذه العشيرة اتخذت تصرفاته كفضيحة عائلية. اليوم أصبحت تشان سانفونغ شخصية بارزة يفتخر بها من قبل أبناء خوبين، وفي ظل ذلك ساهمت الحكايات عنه في زيادة الغموض في بلدة خوبين. بعد الحساب عرفنا أن تشان سانفونغ كان في 20 من عمره عندما غادر مدينة شاوو، وبعد ذلك تجول في أنحاء البلاد، وأخيرا أقام في وودانغ. اخترع ملاكمة التايشي ليصبح كبير المعلمين في الطاوية والكونفو. أما بلدة خوبين فقد حافظت على صلة لا تنفصل مع تشان سانفونغ منذ العصور القديمة وحتى اليوم، ولن تتوقف أبداً.